بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح غسالة فريش 9 كيلو اللي هي دايركت درايف، اللي هي الموتور بتاعها الدفع مباشر وفيها إضاءة داخلية. نبدأ أول حاجة من عند الدرج بتاع المسحوق. هنا الدرج الأساسي بتاع المسحوق. الدرج ده بتاع الغسيل مسبق أو غسلة تمهيدية، هنعرف إذا أنا شغالة من اللوحة. عندي هنا الدوني أو المعطر بنضيفه هنا. البصمة دي لو دوست عليها كده بسحب الدرج بيطلع معايا لبره، لو انا عايز اغسله او انضفه وبرجع اركبه تاني بضغط بردك على البصمة دي عشان الدرج يقفل معايا. تشغيل الغسالة، الزرار ده بتاع الباور او ده اللي بيفتح مني، بفتح منه الغسالة بضغط كده عليه تبدأ الغسالة تفتح معايا. عند البكره دي بتاعت البرامج ببدا اختار البرنامج على حسب نوعيه الهدوم ان انا حاططها في الغساله، والغساله بيبقى فيها اضاءه داخليه اللي هي بيبقى فيها لمبه هنا اهي. فبالنسبه للبرامج، اول برنامج عندي برنامج الميكس او الملابس المختلطه، تمام، وكتب تحتيها الملابس الملونه. البرنامج ده بيقعد معايا ساعه وربع. يبقى انا عندي ملابس مختلطه اقدر اغسلها على البرنامج ده، والبرنامج ده بيبقى كويس جدا في النظافه او في التنظيف. بعد كده عندي برنامج اللي هو الغسيل سريع مدته 15 دقيقه. دي حاجه مش متسخه او حاجه عايز اغسلها بسرعه او حاجه انا مستعجل عليها مش عايز وقت كبير ليها. ده بيغسل وبيشطف وبيعصر في 15 دقيقه فقط. بعد كده عندي برنامج تاني ده متوسط بيغسل في 42 دقيقه. ده لو حاجه متوسطه الاتساخ او حاجه يعني متسخة شوية وانا برضك عايز اغسلها في وقت سريع، فبختار البرنامج التاني. وده برضك الوان اغسل عليه الوان عادي، وده اغسل عليه الوان عادي، وده بيغسل في 42 دقيقة. بعد كده عندي الاقمشة الصناعية او الملابس الحساسة او الحاجات الخفيفة، الحاجات الحرير، تمام، اقدر اغسلها على البرنامج ده، او اللي هي الحاجات البوليستر او الالياف الصناعية بغسلها على البرنامج ده ومدته ساعة و8 دقايق. بعد كده عندي برنامج للصوف. البرنامج الصوف ده اللي هي الحاجات الصوف او الحاجات التريكو اللي انا خايف ان هي تمط او حاجات قطن خايف ان هي تبوظ، فبغسل على البرنامج ده. بحس البرنامج ده بيبقى الحركة بتاعت الغسالة بتبقى ضعيفة شوية، والدوران السريع اللي هو العصر بيبقى 400 او 800، ما بيزيدش عن كده. في البرامج التانية هلقى بيزيد معايا عن كده. بعد كده عندي برنامج خاص بالشطف والعصر فقط، لو انا غاسل حاجه بره وعايز الغساله تشطفها وتعصرها بس. بس لو انا غاسل حاجه بره ابقى اغسلها بمسحوق اوتوماتيك، ما اغسلهاش بمسحوق عادي واحطها في الغساله، لان مع الوقت المسحوق العادي هيعمل لي مشكله في الغساله. بعد كده عندي برنامج عصر فقط، لو انا غاسل حاجه بره وعايز الغساله تجففها بس، فانا بفتح الباب وبحط الحاجه دي مبلله زي ما هي وبقفل الباب وبختار اللي هو الزبين اونلي اللي هو العصر فقط او التنشيف فقط، وبضغط على زرار الستارت بيبدا الغساله تخش دوران سريع على طول. بعد كده عندي برنامج هنا بتاع البخار اللي هو الستيم، وده بيقعد 3 ساعات الا ربع. برنامج البخار ده درجه الغساله بتغسل بدرجه حراره اعلى من 60، يعني بتبقى جايه على 60، تمام. لو انا عايز اقلل فممكن اجيب 20 او اجيب مع البرنامج ده 40 او اجيب 60. في البرنامج ده الغساله بتغسل بميه سخنه، بتشطف بميه سخنه وبتجفف عن طريق البخار. فلو انا عندي ملابس حابب اعمل لها تعقيم زي مثلا حاجات بتاعه السرير اللي هي المرايات بتاعه السرير او الحاجات دي، او اقمشه او الحاجات بتاعه المخدات، او اي ملابس انا حابب اعمل لها تعقيم سواء ملابس اطفال، ملابس خروج، ملابس داخليه اللي بتبقى ملتصقه بالجسم، اقدر اعمل لها تعقيم على البرنامج اللي هو بتاع الستيم اللي هو البخار. بعد كده عندي ملابس غسيل ملابس الاطفال، وده برضك بيشتغل بالبخار في نظام الستيم. هما الاثنين دول اللي فيهم نظام البخار، واحد خاص بالملابس الناس الكبيره او ملابس الكبار او ملابس الالوان، والتاني خاص بملابس الاطفال اللي هو البيبي كير، تمام. بس لو انا حاطط حاجه هغسلها بتاعت ملابس اطفال، الحاجات دي تستحمل درجه الحراره، او انا اقلل درجه الحراره من هنا اخليها مثلا 40 مثلا في المتوسط، تمام. فده هيغسل بردك بميه سخنه وهيشطف بميه سخنه وهيجفف عن طريق البخار. بعد كده عندي الاقمشه الناعمه. الاقمشه الناعمه دي اللي هي الحاجات الداخليه او الحاجات الخفيفه
اقدر اغسل على البرنامج دي، بحيث ان انا حافظ عليها، والبرنامج ده بيقعد 48 دقيقة. بعد كده عندي الاغطية الثقيلة اللي هي مكتوب الدوفيت اللي هي اللحاف، تمام، فممكن اغسل فيها دفايات او ملايات او الحاجات بتاعت السرير لو انا مش حابب ان انا اعقمها، اقدر استخدمها على البرنامج ده. البرنامج ده بيبقى الغسيل فيه قوي، حركة الغسالة بتبقى قوية فيه، إلا زائد إن الشطف فيه بيبقى أكتر من ثلاثة أو بيبقى ثلاثة، الدوران بيبقى 800، ممكن أطلع ل 800. بعد كده عندي الملابس الرياضية أو الحاجات البوليستر أو الحاجات اللي فيها عرق شديد، أقدر أستخدم معاها البرنامج بتاع الملابس الرياضية، وده بيقعد 44 دقيقة. بعد كده عندي برنامج اقتصادي 52 دقيقة، ده بيوفر في الكهرباء وبيوفر في المية، وده بستخدم معاه ألوان برضو. بعد كده عندي آخر برنامج فوق اللي هو الكوتون اللي هو الملابس البيضاء أو الملابس الداخلية الرجالي، وده بيقعد ساعة وربع. فأنا لو عندي ملابس بيضاء أو ملابس الداخلية أقدر أستخدم معاها البرنامج اللي هو الكوتون، أو لازم أستخدم معاها البرنامج الكوتون. فدي كلها كده البرامج. عندي بقى في الشاشة هنا حاجات إضافية ممكن أستخدمها من برنامج، يعني أنا مثلا استخدمت، هجيب مثلا برنامج الكوتون، أول حاجة هنا اللي هي البريوش أو الغسيل المسبك. لو أنا شغلت الغسيل المسبك اللي هو الدرج ده بتاعها، فبحط هنا معلقتين بتوع الشاي مسحوق، يعني كمية صغيرة من هنا أحطها هنا الأول. وأنا شغلت الغسالة التعميدية هدوس مثلا على تشغيل الغسالة في الأول، هتسحب الكمية الصغيرة دي وهتشطف الهدوم حوالي 10 دقايق بحيث الهدوم تنزل اللي فيها. بعد ما الغسالة تشطف الهدوم حوالي 10 دقايق بتروح صرف المية دي. أنا في خلال بعد ما يعدي 5 دقايق مثلا بروح ضايف المسحوق الأساسي بتاعي، بحيث هي لما تعمل الغسالة التعميدية بترجع تصرف المية دي وبتاخد المسحوق اللي أنا حطيته بقى تاني هنا، وتبدأ تغسل من أول وجديد كأن الغسالة مثلا هتغسل بمية نظيفة. يبقى عندي هنا أول حاجة اللي هي البروش الغسلة التمهيدية، وده الغسيل المسبق. عندي تاني حاجة اللي هي السبا أو سوبر سبا. الغسالة في البرنامج ده بتغسل بدرجة حرارة عالية، تمام، يعني أنا عندي الوقت بيزيد. لو أنا مثلا شغلت نظام السبا كده الغسالة تغسل بدرجة حرارة عالية، والبرنامج ده مناسب للحاجات بتاعت السراير، سواء المفارش بتاعت السراير أو أي ملابس أنا حابب أعمل لها تعقيم، بس يفضل إن أنا ما استخدمهاش مع الملابس العادية سواء ألوان أو ملابس المناطيل الجينز أو أي حاجة تانية، علشان الحاجة ما تبص معايا، لأن البرنامج ده الغسيل درجة الحرارة بتاعته بتبقى شديدة. عندي بعد كده الديلي اللي هو تأجيل الوقت، لو أنا حابب أشغل الغسالة بعد مثلا 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، ده تأجيل الوقت. بعد كده عندي هنا أنا اخترت مثلا برنامج الميكس، تمام، اللي هي الملابس الملونة أو الملابس المختلطة، وعايز أظبط درجة الحرارة، فممكن ألغيها الصفر كده خلاص كده تغسل مية باردة كده 20، أغسل على درجة حرارة 20 أو أجيب مثلا 40، فالبرنامج ده آخره 40. فأنا لو عايز أظبط درجة حرارة البرنامج بضغط على كلمة تيم طبعا قبل ما بدوس تشغيل. هنا الشطف شطفتين او ثلاثة او اربعة، طبعا بختار المناسب ليا او اسيب البرنامج زي ما مختار. عندي لحد 5 شطفات، فهو المتوسط او الطبيعي بيبقى شطفتين، لو انا بحب الشطف زيادة ممكن اخليه 3 شطفات. بعد كده عندي هنا السبيد اللي هي سرعة الدوران اللي هي بتاعة التجفيف، انا حابب مثلا حاجة تطلع من جفافة خالص اجيب مثلا 800، فالبرنامج ده اخره 800. لو انا مثلا واقف على برنامج الكوتون وجيت دوست هنا بيطلع معايا الالف والالف ومتين و1400، فالغسالات اخرها 1400. بس انا امتى هستخدم ال 1400؟ لو انا حاطط فيها جواكت او حاطط فيها بناطيل جينز، او هغسل حاجات بتاعت اقمشه سراير، تمام، او اغسل فيها مثلا دفايه ما تعديش مثلا 3 كيلو او 4 كيلو، ان الغساله دي 9 كيلو، واقصى سرعه للدوران السريع 1400، تمام. فانا ممكن اختار البرنامج زي كده اهو، اقدر اتحكم في درجه حراره من هنا، اتحكم في عدد الشطفات من هنا، اتحكم في سرعه الدوران من هنا. بعد كده عندي الزرار هنا اللي هو دورتي، ده لو انا مثلا حابب استخدم حاجات معينه مثلا ضبط معين، انا ظبطت مثلا ضبط معين واروح دايس على دورتي كده، هو بيحفظ لي الاعدادات بتاعه الدوره دي، بحيث انا لو قفلت كده وجيت شغلت تاني
هدوس على دورتي هلاقي البرنامج اللي انا اخترته متثبت. ده لو انا حابب احدد دوره معينه ليا حابب ان انا استخدمها بشكل مستمر. بعد كده عندي هنا تشيد لوك اللي هو قفل الاطفال. لو انا حابب اقفل الشاشه بتاعت الغساله بضغط عليه بعد كده عندي هنا الغسيل الليلي. الغسيل الليلي دي الغساله بتشتغل من غير نغمه، يعني لما تخلص مش هتعمل لي نغمه، دي اول حاجه. تاني حاجه الصوت بتاعها بيبقى منخفض في الدوران السريع. بعد كده عندي اخر حاجه هنا اللي هي التوب كلين، ده تنظيف الحوض. دي دوره بعملها بالخل كل شهر مره. بفتح الباب بتاع الغساله بجيب ازازه خل او كربونات صوديوم او ملح ليمون، تمام، وبفضي هنا. لو انا احط ملح ليمون بحطه هنا، لو كربونات صوديوم بحط معلقه واحده بس ما بحطش معاها خل ولا اي حاجه. بروح قافل الباب وانا جايب على توب كلين دوست عليها واروح دايس على زرار الستارت او التشغيل. هتبدا الغساله تسحب ميه وبتعمل دوره نظافه بحيث تتخلص من الوبر او تتخلص من التكلسات والاملاح اللي بتبقى في الميه او في الحله، وبعد كده الغساله بتقف. الدوره دي مهمه جدا علشان الهدوم تطلع معايا نظيفه باستمرار وما يحصلش فيها مشكله ان الهدوم بتطلع موبره او عليها خطوط بيضاء. فانا كده شغلت مثلا اهو، انا بختار من هنا البرنامج، وده زرار التشغيل بدوس عليه في الاخر خالص. انا بختار الاول البرنامج، عايز اعمل غسله تمهيديه من هنا، عايز غسيل بدرجه حراره عاليه ادوس على هنا، عايز اجل وقت تشغيل الغساله ادوس هنا، عايز اظبط درجه الحراره بضغط على التم، عايز اختار عدد الشطفات بدوس على راين بلس، عايز اختار عدد اللفات الدوران السريع بضغط على شكل المروحه دي، عايز اجيب الدوره اللي انا مختارها بدوس على ماي سايكل اللي هي دورتي. هنا اللوك بتاع الاطفال اللي هو قفل الشاشه. هنا الغسيل اليدوي، قصدي هنا الغسيل الليلي لو انا حابب اشغل البرنامج بس الغساله ما تعملش صوت، ولما تيجي تخلص ما تعمليش النغمه بتاعه الانتهاء بحيث لو انا مش عايز ازعاج من الغساله. هنا تنظيف الحوض، دي دوره الخل اللي بعملها كل شهر مره. وفي الاخر بضغط على زرار الستارت. يعني انا بختار البرنامج، لو في اوبشن عايز اختاره من الشاشه من هنا اختاره، مفيش حاجه عايز اختارها من هنا هبدا ادوس على التشغيل على طول تبدا الغساله تشتغل معايا. تمام، يعني الغساله تبدا تحضر تلف يمين وشمال زي كده، بعد كده تبدا تسحب الميه وتبدا تغسل معايا. عندي الدرج اللي تحت ده، ده الفلتر بتاع الغساله، بضغط عليه كده بيفتح معايا. عندي الخرطوم ده بتاع تصافي الميه، فبفك الخرطوم ده الاول، بشيل البلاستيكيه دي وبصفي الميه. بعد ما بصفي الميه ببدا افتح الفلتر اللي تحت ده، بفكه كده خالص اهو لحد ما يطلع معايا. طبعا لو في اي بقى زرار اي دبوس اي حاجه واقعه من الهدوم بلاقيها هنا. طب الغساله بتيجي عند الشطف وبتقف ما بتصرفش الميه او ما بتكملش الدوره، بيبقى السبب ان الفلتر ده مسدود، فبطلعه زي كده وبنضفه واتاكد ان ما فيش حاجه واقعه هنا وبرجع اركبه تاني. تمام، وببدا اربط الفلتر تاني. بعد ما اربطه برجع المكان ده بتاعه. لو الغساله علقت مني ومش عايزه تفتح الباب، او الباب علق مني بسبب ان اللوك حصل فيه مشكله او حاجه وانا عايز افتح اطلع الهدوم، عندي زرار امان تحت هنا اهو، ده بحط فيه ظهر معلقه او شوكه وبسحبه لتحت بيبدا يفتح لي الباب فاطلع الهدوم لحد ما اتصل بالصيانه بحيث تيجي احل المشكله. دي كان كل حاجه في الغساله. الغساله دي بيبقى فيها موتور ضمان بتاعه 10 سنين، الموتور بتاعه دايركت درايف. هي كده الغساله يعتبر شغاله، وهنا ده الرمز بتاع قفل الباب، ان الباب كده خلاص قفل مش هقدر افتحه. لو ضغطت هنا ضغطه تاني
بتفتح لي الباب. لو انا حابب افتح الباب اثناء التشغيل، او انا نسيت احط حاجه، او انا عايز اطلع حاجه وقت الشطف او وقت التجفيف بحيث انها ما تخشش تجفيف، زي ما بدوس على ده بيعمل لي تشغيل. لو ضغطت عليه وهي الغساله شغاله بيسمح لي ان انا اقدر افتح الباب احيث هضيف حاجه او اطلع حاجه. يعني انا كده دوست عليها كده الباب قفل اهو والغساله بدات تشتغل. لو انا عايز افتح الباب بضغط عليه ضغطه تاني، بسمع صوت اللوك بتاع الباب فصل والباب بيفتح معايا. بس لو هي شغاله بتاخد فتره شويه قبل ما تفتح، لان هي مثلا لو سحبه ميه لحد هنا فمبتفتحش على طول، بتصرف الميه لحد ما تيجي تحت هنا، وبعد كده الباب بيبدا يفتح معايا. طبعا بعد كل نهايه غسله يفضل ان انا اسيب الباب بتاعها مفتوح للتهويه، دي اول حاجه. تاني حاجه اتاكد ان الجوان بتاعي نضيف بحيث ان انا افتحه كده لو في اي حاجه واقعه هنا بحيث اشيلها او اطلعها، ولو في رواسب او اي حاجه بمسح الجوان ده بحته قماشه عشان يفضل نضيف معايا. وبعد ما بسيب الباب مفتوح مثلا ربع ساعه للتهويه بعد انتهاء الدوره برجع اقفله تاني. هو الباب من هنا بيبقى بلاستيك مقوى والازاز بتاعه من الداخل من جوه من هنا.